السلام عليكم كثير جتني أسئلة كيف نعرف في حسابنا في السوني السعودي أو أمريكي طبعا شوفوا هو ما في خيار يبين لك ان حسابك سعودي او امريكي لكن في حركة سهلة تقدر تعرف منها دولة حسابك والحركة هذه تنطبق على السوني 5 والسوني 4 ويلي هي انك تروح للمتجر اذا كانت لغه المتجر إنجليزية يعني حسابك امريكي واذا كانت اللغه عربيه حسابك سعودي طبعا اذا حسابك باللغه التركيه يعني تركي واذا باللغه الفرنسيه يعني فرنسي هذا كل شيء ولهنا وصلنا نهايه المقطع لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه حطوا شكرا لدعم القناه تابعوني على السناب والانستغرام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته